احنا ما زالت مطالبنا هي في ميدان التحرير، بنطالب باستكمال مسيرة الثورة. احنا زي ما احنا في ميدان التحرير بنطالب بمحاكمات تعبر عن الثورة من النظام السابق، لان اعتقد ان اغلب اللي في ميدان التحرير هم رافضين للمحاكمات الهزلية اللي اسفرت عن براءة تقريبا لكل قتلة الثوار بما فيهم علاء مبارك وجمال مبارك. جاي النهاردة عشان اعبر عن رأيي واقول ان احنا الانتخابات ديت كانت مزورة، وان صعود شفيق وصعود مرسي ده ما بيعبرش عن الشعب المصري، وان احنا الانتخابات دي لازم تتعاد من الاول. زي بعد الفساد ده كله ياخد يعتبر بالنسبة له دي براءة يعني، والعدل بعد ما يقتل الشهداء ما ينفعش خالص. جاي اقول لا للدولة العسكرية وللدولة الدينية، لا الشفيق ولا لمحمد مرسي. عايزين رئيس مدني ديمقراطي يدي للشعب حقه. بتمنى ان السيد حرمين صباحي والدكتور عبد الحميد ابو فتوح وخالد علي كلهم يجتمعوا على كلمه واحده عشان خاطر الثواري مش وراهم وما يتشتتوش كل واحد في اتجاه. جايين عايزين مجلس رئاسي مدني، جايين عايزين اعاده محاكمات، بس مش هتنفع تظل حكم العسكر ابدا. جايين نقول ان الانتخابات دي باطله اصلا، لان ما بني على باطل فهو باطل، وما دام قبلنا في البدايه ان الشفيق يكون موجود وعرفنا باول مره بعد ما جربنا ان هو جاب التصوير، ما ينفعش نقبل ان احنا ننتخب مره ثانيه حتى لو كان عشان خاطر الثوره.